مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخ عبد الكريم. عبد الكريم تعيش النواحي ديال الخريبقة. عبد الكريم عنده حوالي 53 سنة. عبد الكريم كتب لي الله تعالى تزوج، دار 3 ديال الوليدات. الأمنية ديالو أنه يسعد الأسرة الصغيرة ديالو ويخلق استقرار العائلة ديالو. عبد الكريم كان كيخدم جزار، كتب لي ربي انه مشى لدوله اوروبيه، ايطاليا بالضبط، خدم فيها سنين طوال، وفر المال كما قلت في السابق من اجل يسعد الوليدات ديالو ويهيئ لهم المستقبل ديالهم كما كيطمح. الا ان الزوجه لها راي اخر. عبد الكريم هو في الطاليان تيتفرج فيديو ديال الزوجة ديالو في أمور مخلة بالحياة، غيرت ليه الدنيا لما هو أسوأ. تبعوا معايا. عبد الكريم عاود لي القصة من الأول. هذا في 2006 تزوجت بهذ السيدة، ومن بعد تزادوا عندي وليدات وداك الشيء. في 2014 جاب الله التيسير وداك الشيء، مشيت تحت لقى الفرصة، مشيت للطاليان وكنعمل جزار تما وداك الشيء، جزار اللي كنت كنمارس انا اصلا هنا في المغرب وداك الشيء. من بعد مشيت تم جاب الله التيسير وخذ تكرفصت، وراك عارف في الغربه وداك الشيء تكرفيس، واحد كيصبر وداك الشيء من اجل الوليدات، المستقبل، الوالدين، العائله وداك الشيء. فعلا جمعت شي حاجه ديال الفلوس الله يسخر وداك الشيء، صيفتهم للاخ الاخ ديالها اللي هو نسيبي وداك الشيء. كيدير هو اصلا كيدير منعش عقاري، كيبيع ويشري في الديور وداك الشيء. المهم شرى لي المحل وداك الشيء على اساس من بعد في 2017 وبالضبط في البدايه ديالو كنتفرج في اليوتيوب وداك الشيء، فاذا به كنتفاجئ بهذاك الفيديو وداك الشيء. الدري قاصر لا 14 عام 15 عام هذاك الشيء. المهم اللي جيت وداك الشيء درت الاجراءات القانونيه اللازمه اللي درت داك الشيء، ولكن بقى في الحال لحد الان باقي من ديك المده لحد الان ما اتخذش كاع حقي داك الشيء، ما بانش كاع حقي. انا ما باغي حتى شي حاجه، باغي الحق ديالي دي. سمحت في اي حاجه بهذه داك الشيء، حتى الخدمه طلعت لي في راسي دابا ما خدام ما والو. كيما خرجت من عند الوالده ولدتني صغير وداك الشيء، مشيت لطاليان رجعت ثاني على اساس بلي حيت شيباني وداك الشيء باقي عاد هذاك، هي اللي مكفله بيا دابا هذا الشيء اللي كاين هذاك الشيء. واتصلت بالاستاذه زينب هي، وكنتمنى والله عز وجل من الناس القانونيين والناس اللي هذاك هما اللي باش توقف معايا وداك الشيء يبان لي حقي داك الشيء. اللي فهمت انا هو هذا الفيديو هذا غيرات لك الدنيا ولا تقول شي كحل. بزاف كاع. اي واحد راه كيشوف، اي واحد شافه وداك الشيء كيقول بازك زعما الواحد ما درتيش شي حاجه، ما فهمت هذا الشيء اللي كاين. ولكن كنحمد الله عز وجل هذا الشيء كاين القانون. كاين القانون الحمد لله، كاين القانون. انا متبع هذا الملف ديالي ما نسكتش عليه بشتى الوسائل، كاين طرق هذاك. وكنتمنى الخير في الاستاذه زينب وداك الشيء باش تبقي لي حقي وداك الشيء ان شاء الله تعالى. هي ما عمرها حاولت تتصل بيك ولا تقلب على كيفاش شي جواب على هذا الفيديو، ولا ما عمرها اتصلت؟ لا ما حام. انا ما دابا لحد الان ملي جيت من طاليان وداك الشيء حتى ولادي وداك الشيء ما مشيتش شفتهم وداك الشيء. خفت دير شي حاجه ولا راك عارف تلوح شي باطل اخر ولا شي حاجه، صافي هادشي اللي كاين. الاولاد ما تيعيطوا لك ما والو؟ لا والو، ما كيعيطوش ليا نهائيا. شحال هادي ما شفتي ولادك؟ وما من 2014، من 2014 ملي مشيت لطاليان وداك الشيء، ولكن كنشوفهم مع في الاول كنشوفهم في الواتساب وداكشي. ملي جيت لهنا صافي مقشتهم. ملي 2014 حنا في 2022، هذا من فين مشى؟ ولحد الان باقي ما انا نظهر كما انه لا ساس لا راس. اي ولكن واش دات فيه شي اجراءات ولا مشى للحفظ ولا كيفاش؟ داز المره اللي قلت في الحفظ، ودرت واحد الوقفه احتجاجي قدام البرلمان وداك الشيء، وعاودت خرجته من الحفظ وداك الشيء. ومؤخرا ثاني دار في الحفظ وداك الشيء، ما عرفت علاش كيفاش هاد الناس داروا في الحفظ وداك الشيء. دابا الاستاذه زين شافت الميل. طالعت خرجته من الحفظ. خرجته من الحفظ. سي عبد الكريم الله يفرج عليك يا ربي، غادي نشوف مع الاستاذه زين. بمشاهدينا الكرام، عبد الكريم كما قلت في السابق له طموح، ولكن
رأي الزوجة غيرت لي لما هو أسوأ. غادي نشوف الموضوع في الإطار القانوني مع أستاذة زينب. أستاذة زينب، هاد القصة شفتيها؟ هذاك الفيديو شفتيه؟ كي كان في الطموح ديالو تغيرت عنده الدنيا، وليداتو ما تيشوفهمش، كيفاش شفتي هاد الملف؟ وكذلك الملف مشى للحفظ. شكرا، تنشكرك من هذا المنبر لانك ديما كتنور العداله بعد ما الصحافه، لان سلطه رابعه اللي كتنور الراي العام وكتوصل انت للحقيقه. لان تنشكرك من هذا المنبر جزيل الشكر. هذا السيد عبد الكريم جا عندي مسكين، هذه شي 6 شهور في واحد الحاله يرثى لها، لان درجه انه كان جاف في واحد الحاله، حتى الهندام ديالو حتى الوجه ديالو، لانه حس بالحقره وحس بان كان الميثاق ديالو مشات للحفظ. فعلا انا بقيت كنقول لي المغرب راه فيه العداله، راه فيه الحق، راه فيه النزاهه. اذا ما دام هادشي، اذا تقبلت باش ندافع عليه في هذا الملف. ملي تفحص الوثائق قلت بان الوقائع اللي كما حكى لي هاد السيد المسكين كان هنا في المغرب، كان كيخدم بخير جزار، جوج واحد السيده اللي ولد نجيب معاها 3 دراري، وقال باش نحسن الوضعيه ديالي الاكثر باش يقري الدراري، خاصو يكون عنده فلوس، شويه فلوس يتمكن من اصلاح الوضعيه ديالو الاحسن. هاجر الديار ايطاليا، وفي ايطاليا دار نفس العمل اللي كان كيمارسه في المغرب، الا ان الثمن كان اكثر طبيعة الحال في الديار الايطاليه، لانه كيدير الجزاره في الديار الايطاليه خاصو يذبح الذبيحه الاسلاميه كما كتعلمون. وملي كان هو في واحد المره كان هو والصديق ديالو في المقهى كيشوف في يوتيوب، طلعت واحد الصوره اللي زعجاتو، ما قدرش يبقى يهضر مع الصديق ديالو كما قال لي. لا، والصوره ولا فيديو؟ لا، الفيديو، ولكن راه شاف فيها وجه مرته كتمارس الفساد مع واحد الطفل قاصر، هو ما عرف باش تبلا، ما قدرش يقول حتى لصاحبو اش المشكل، مشى لدارو بقى تيفكر اش غادي يدير، كان قرب يمشي يدير انتحر، لان الشرف عند المغاربه حنا والعرب راه عندنا الشرف شي حاجه كبيره، لان دي راه مزوج بها، راه مشى هاجر الديار لايطاليا غير باش يرضيها، باش يرضي ولادها، باش يوصلهم شي طموح، وفعلا جمع واحد 44 مليون اللي هي كاتح فيها اللي خدم فيها ليل ونهار، ماشي سهله باش تجمع 44 مليون. سط الاخ ديالها الزوجه ديالو باش يدير لي عقار في المغرب، لان اول حاجه كيفكروا فيها المغارب والراجل كيفكر يدير دار لولادو فاش يستقروا. وبما انه شاف هذه الصوره جاء على الفور المغرب، سامح في الخدمه، سامح في كل شيء، لان العرض ديالو الشرف ديالو تقاص، المغربي كتعرف انه ما كيمكنش تتقبل كل شيء الا الخيانه الزوجيه، كيتقبل كل شيء، ما كيتقبل اي حاجه كيتقبلها. الخيانه الزوجيه فعلا راه شي حاجه اللي حرام، لان فيها اقصى عقوبه عطاني الله في الخيانه الزوجيه هي الاعدام، لان الرجم بالحجر بالحجر يعني راه بالحجر حتى الموت. اذا هنا الا سمحتي لي استاذه، في الاطار القانوني هاد الامور اللي تكلمت عليها، شكرك زدتي واحد الاضافه اللي ما تكلمش عليها، هو مخلفات الاسباب، تالم، مرض، سمح في اوروبا، جا المغرب، الملف ديالو قال لك قدم شكايه مشى للحفظ، يعني التعليل اللي كتشوفي انت واشنا هي الخطوات اللي انت خرجتي الملف من الحفظ من اجل انك تبعي هذه المسطره. فعلا جاب لي الملف مشيت طلعت لقيت فيه الحفظ، بان الا كان دار جوج ملفات، ملف ديال الخيانه الزوجيه ودار ملف ديال خيانه امانه بالنسبه لخوها، ومادام جوجهم مشاو للحفظ. انا مشيت باشر ملفات المحكمه ديال سطات جبتهم من الحفظ، ودرت شكايات اضافيه، راه دابا عيطوا للدرك الملكي تلتمس احاله الشكايه على الدرك الملكي. علاش الدرك الملكي ولا الفرقه الوطنيه؟ لانهم عندهم معطيات، يديروا عندهم خبرات تقنيه، لانهم اللي كيقدروا يستخرجوا الصور ويعرفوها بالضبط، غادي يخرجوا الحقيقه ديالها، لانه قد تحفظ الملف على اساس هذا الشيء ما وضحش في الصور، ولكن الفرقه الوطنيه ولا الدرك الملكي تطلع على اساس ان عندهم خبرات علميه. وكنظن بان هنا هذه السيده ماشي خاصه غير الخيانه الزوجيه،
خاصه يعني بان خرجت على الدري القاصر كانت كنت كنبان لان والدي كاين حق ديال داك الطفل راه هذا ايمان الاسره افساد الناشئه الا سمحتي لي لان هذا طفل لان الطفل استغلال الطفل في الفساد هاد الدري غتخرج عليه اذا خاص والدين ديالته ما يتحركوا لان هذا ابن الدوله راه يمكن هذه المتابعه ديال الخيانه الزوجيه وهذا التغريب القاصر واستقرار القاصر غتأدي به حوايج اخرى لان ما يمكنش هذا الدري كي غادي يكبر اللي هذا العمر ديالو ما كتجاوزش 14 سنه كي غادي يكبر هذه الناشئه يكبر مدمر اذا استغلته هي ماشي المراه اللي عندها ثلاثه دراري كيفاش كدير هذا الشيء اذا راه الخيانه الزوجيه كتفز الوليد هذا الوليد كيجي من العائله كيجي من العائله ولد عمها ولد عمها الخيانه الزوجيه في القانون كتفز اما بصور واما بحاله التلبس ولا باعتراف ولا برسائل رسائل كتابيه لان كانت رسائل كتابيه اما دابا كاين ميساجات هنا استاذه غنمشي معاك الملف الثاني اللي كيتعلق بديك 44 مليون هو قال بانه كان الزوج الاخ ديال مرته تيدير منعيش عقاري عطاه دوك الفلوس باش يشري لهم سكن والحوانت وما خداش الاذن ديالو قال لك دار كل شيء في سميه الاخت ديالو وهذا حتى هو معلوم لان هذه هي خيانه امانه وعندنا ما يفيد راجلين بشي حوايج كتفت بانك انت سطلع وزيدون هذه السيده اللي دارت سميتها شي خدامه مين جات ديال الدار مراه ديال الدار خلاها في الدار باش تحضني على ولاده باش تربي ليه ولاده هاد المراه من الناحيه القانونيه خاصها اسقاط الحضانه لان ما لقاش التربيه ما غاتمشاش هنا شي جيل مزيان هذه السيده خاصها ضروري تعاقب لانه تسحبوا من هذوك الدراري لان دابا باقا الوضعيه ديال الاب ديالو لانه تدمر لانه كي مشى حسن من اللي رجع كانت ظروفه مزيانه في المغرب شويه ولكن من اللي هاجر باش يحسن الظروف رجع خاوي لا مراه لا ولاد لا الفلوس لا حتى شي حاجه اذا هنا راه درنا شكايه راه مشات الفرقه الدرك البركي ان شاء الله غيستمعوا ليه وضروري غتاخذ المهن بجراها وغادي ياخذ حقه التعليل استاذ ديال الحفظ الملف مشى في الاول الحفظ شنو التعليل ديالو؟ ما دايرينش التعليل دايرين الحفظ الحفظ انا بناء على ذاك الحفظ بدون تعليل راه خرجت هذاك الملف من الحفظ وتا هما بالنسبه لهم قالوا كيفاش كاين هاد الصور المحكمة قالت كيفاش كاين هاد الصور وتحفظ ميش شوفوا انتم اذا انا خرجت الميت من الحفظ ودرت ميت اخر فيما يخص خيانة الزوجية وبين شهر هاد الدري ودرت سميتو خيانة امانة بنت الاخ ديالها وراه ياخذ حقه وراه تاخذ الميت بالجار الطبيعي الله يوفقك استاذ شكرا لك الله يفرج عليك يا ربي ما شاء الله مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا تناولنا الملف من شقين بشكل مختصر في الموضوع عبد الكريم 53 سنة خدم في المغرب مشى لبرا الهدف الاسمى والارقى عنده في الموضوع هو يخلق نوع من الاستقرار المادي والمعنوي للوليدات ديالو الا ان يفاجئ وهو في ايطاليا بسلوك مشين صراحه يتعلق بالزوجه في وضع مخل الحياه تصدم بهذاك الفيديو رجع للمغرب تغيرت الحياه عنده لما هو أسوأ مشاهدينا الكرام السي عبد الكريم ربط الاتصال باستاذه زين بدخلات على الخط لقات الملف في الحفظ حاليا هي على تتبع الاطار القانوني الملف الاول كيتعلق بالزوجه وكذلك اشكاليات اللي كتطرح في امور ماديه ديال الاموال اللي عطى الاخ ديالها من اجل انه يشري ليه السكن مشاهدينا الكرام نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص ملف عبد الكريم كيألم صراحه مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم